الصورة دي قبل احتلال العراق، والصورة دي بعد احتلال العراق، والصورتين لنفس الشخص بعد سجنه من طرف الغزاة الأمريكيين. إنه العالم والبروفيسور حميد خلف العكيلي، واللي حاليا بيعيش متشرد في شوارع العراق. في الصورة دي شايفين إزاي الطلبة بتلجأ إليه لما تستعصى عليهم مسائل في الكيمياء الذرية، فقدان العقل والملابس الممزقة المتسخة والشعر الطويل الحامل للأوساخ. ده الحال اللي وصل إليه العالم والبروفيسور حميد خلف العكيلي، العراقي والحاصل على الدكتوراه في الكيمياء الذرية والبروفيسور في الكيمياء النووية وأستاذ بجامعة كامبريدج البريطانية، واللي طلع من السجن بعد أن فقد عقله بسبب كسرة التعذيب، وبعد إبادة عائلته بالكامل ونسف بيته وأخذ كل ممتلكاته. ذنبه الوحيد أنه كان عالم ذرة عربي عراقي وبروفيسور ويحمل دكتوراه في علم الكيمياء الذرية المعقدة، فلا يحق للعربي أن يكون عالما في ظل العالم الجديد الغاشم والذي يقوده الاحتلال. صورته الصادمة اللي انتم شايفينها دي بتختصر ما كانت عليه العراق وما آلت إليه اليوم. إنها صورة أكثر من آلاف الكلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أول مرة تعرف قصته، لايك فولو حركة إكسبلور، خلي الناس كلها تشوفه وتعرفه وتعرف قد إيه هو اتظلم، وقد إيه العراق اتظلم، وقد إيه العرب كلهم مظلومين، وقد إيه إن يطلع عالم عربي ما ينفعش ولازم يموت أو لازم يتجنن أو لازم يتشرد أو لازم يتسجن.